السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. عواشركم مبروكه. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذه الايام المباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. الفيديو ديال اليوم نبارطاجي معكم بزاف د الحويجات، ومن بينهم هذا الكيك، هذا كيك برازيلي بالشوكولاته، غزال بزاف. الناس اللي كيحماقوا على الشوكولات، انا اكيد غيعجبكم هذا الكيك بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تجربوه، وبما اننا احنا مقبلين ان شاء الله على رمضان، فاكيد غتجربوها وغادي تعجبكم وهتوليو مدمنين عليها. انا في الدار البنات كيحماقوا على هذا الكيك، واللي تقريبا على الاقل كنديروا مره في السيمانه. نبداو فيديو ديالنا اليوم ان شاء الله. اول حاجه قبل ما ندوزو للمراحل ديال الكيك، غادي ندير معكم جوله في كارفور. بغيت نبارطاجي معكم البنات هاد الغوبو، اولا نقدر نقول لكم البديل ديال ترموميكس. البخي ديالو 3000 درهم، على ما شفت انا في لومبالاج ديالو بلي حتى هو عنده كتاب ديالو كيتكونيكتا حتى هو مع الانترنت. المهم جاني تقريبا بحال صراحه، ما زعمتش عليه نظرا للفرق الكبير اللي بينه وبين الترموميكس. قلت حتى نشوف الناس الا كان شي واحد فيكم عنده عليه شي معلومه او لا مجربو، فيا ريت يخلي ليا هنايا تعليق ويقول ليا عليه واش زوين ولا لا. حيت كي قلت لكم نفس لي زاكسسوار اللي كيجيو مع الترموميكس كاينين فيه، حتى هو عنده لو ليفغ ديالو، حتى هو كيتكونيكتا. المهم انا حمقني بزاف. هنا جيت الغيون ديال فين كيبيعوا المواد ديال الحمام لي زاكسسوار وهذا، وبغيت نبارطاجي معكم هاد لي زاكسسوار ديال الصابون. لو بري ديالهم اللي جاني ناقص بزاف صراحه، 23 درهم 40 درهم ثمن زوين. هادو البنات كانوا ديال البورسولا ماشي بلاستيك. كاين هاد السيبور هذا ديال لي بروسادون. المهم كاين لارج شوا، وتقريبا اللوينات الكري البيض الكحل. كاينين هاد لي بروس ديال الطواليت اعزكم الله، حتى هما زوينين. كاين هاد لونسومبل هذا عجبني، ولكن جاني الثمن ديالو صراحه 260 درهم، شويه الثمن زايد. انا كان خصني بغوص ديال الطواليت اعزكم الله، وهذاك ديال الصابون. لي زارتيكل الاخرين ما كنتش انتريسي به، الشيء اللي خلاني ما خديتش نهائيا هذاك الكيت. كاين عاوتاني الفات، انا كنقلب على النواغ ولكن تقولوا واش لقيتو. هادي البنات ديال لي كريب عاجباني، ولكن جاني الثمن ديالها 55 درهم، بزاف يعني، ماشي شي حاجه اللي تستاهل داك الثمن. لو كان 30 درهم انا كنشوف هذاك هو لو بري ديالها. كان برومو بزاف في الكيسان، سواء هادو د لي كلاص، سواء د اتاي، سواء د العصير. وكاين واحد لو شوا اللي هو كبير بزاف. كارفور صراحه انا ما تنتقداش فيه هكا سلعه ديال الدار، ابار الا لقيت هكا شي هميزه ولا شي حاجه في المعينات صافي، حيت كيجيني لو بري ديالهم طالع بزاف. هادو البنات هاد لي فيغين هادو هما كويسات القهوه، انا كناخذهم لي فيغين زوينين. هنا البنات دخلت للدار بغيت نتقاسم معكم هاد الزبده، هادي غزاله البنات. جربت جميع انواع الزبده اللي متوفرين هنا في المغرب. نقدر نقول لكم هاد بيور نيوزيلاند هي احسن وحده، هي كتجي غير مملحه. خديت كذلك هذا البلاط ديال الفوغ، شتو كيتباع للكيلو. كان هذا اللي بقى فيه واحد الديفو كيف ما وريتكم، ولكن خديته حيت عجبني بزاف. خديت هذا ديال الصابون حيت شحال وانا تنقلب على النواغ ما تلاقيتش شي حاجه زوينه، لقيت هذا سامبل وخديته. وخديت كذلك هذا لابغوس، هذه الثمن ديالها يمكن راه صورته لكم. المهم ما عقلتش واش شي 70 درهم هكذاك. وهاد السيبور هذا ديال بابي تواليت هذا خديته في مسيو بريكولاج، كان الثمن ديالو يمكن حتى هو شي ما بين 70 و 79 درهم. خديته في البيض، كان عندي انا د الانوكس وتصدى ليا. دابا خديت هذا مصبوغ بالبيض، ما كنظنش انه غادي يتصدى، الشيء اللي خلاني زعمت عليه. فوالا هادو هما لي زارتيكل اللي شفتهم انا مهمين انني نبارطاجيهم معكم. ما تبقى صراحه شي حاجه تقضيه ديال الدار ما كاينلاش، زعما ما فيها حتى شي منفعه. ندوزو دابا قبل ما نبدا الكيك، اكلان دي كومودرن هي اللي كتصايب ليا الصالون. كانت جات بغات تدي هاد الفرماجات، جا سيد الهوندا باش تاخذهم، حيت هما خص تفصل عليهم ديريكت يعني، واخا خص يكونوا حداها. فوالا صافي، هنايا حليت ليه الباب كي ياخذهم.
غادي ندوزو دابا المقادير الكيك. بالنسبه للمقادير عندي جوج بيضات، كاس لاروب ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الماء يكون غليان. بالنسبه للدقيق عندي كاس ونص ديال الدقيق، جوج خمارات حمرين، اللي ما كيبغيش الكيك طالع بزاف يقدر يدير غير خماره واحده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، واحد الساشي ديال النسكافيه، هذه ثلاثه في واحد غزاله البنات، كتجي هي كريميه. هادو هما المقادير ديال الكيك. غادي نخلطوا الكل في الخلاط الكهربائي، تقدروا تخلطوه نتوما بالخلاط بالطراب اليدوي او لا الطراب الكهربائي. بالمناسبه البنات، من بعد هذا الفيديو تهرس لي الكاس للاسف ديال مولينكس، ديجا كانت تشقق ليا ودابا راه كمل. حاليا تنقلب مازال ما لقيتوش، كنت خديته في الكترو بلانيت ولكن ما عندهمش الكاس بوحدو، خصني دابا نشوف لا ميزون ديال بوش، سينو غير خصني خلاط واحد اخر. المهم من بعد ما خلطت البيض والسكر مزيان تنسجموا العناصر، كنبدا كنضيف في السوائل التدريجيه اللي هي الحليب، الزيت، الماء. عاد من بعد ان شاء الله غادي نزيدوا الكاكاو وغادي نخلطوا الكل مزيان تنسجموا العناصر كلها، وقبصه الملح اكيد حتى هي. غادي نجي دابا نبدا نضيف النواشف اللي هي الدقيق والخماره من بعد ما خلطتهم. وهنايا الكيك غنستعمل هاد القوالب هادي اللي كتجي كتبع ديال الكرتون، هاد الحجم الكبير كيتبع جوج دراهم ونص، كنديرها انا اكثريه صراحه في هادوك الصغار كيجيو زويونين، ولكن ما بقاوش عندي، داكشي علاش استعملت هادو. الخليط اللي عندي كنقسمو على جوج، ملي كندير الصغار كندير ربعه صافي. اون فوا غادي نخوي الكل في سميتو، دخلتو للفران على 180 درجه حتى يطيب. هنايا غادي نجي نوجد الخليط باش غادي نسقيها. عندي علبه كامله ديال الحليب المكثف المحلى نيسلي، هذا العادي ماشي الكراميل. من بعد كنضيف ليه الكاكاو جوج معالق كبار، كنخلط الكل مزيان وكنردو على نار هادئه حتى كيدوب ليا شويه داك نيسلي بحكم العافيه، وكينسجم معاه هذاك الكاكاو، ما كيبقاش عندي هكا مكور. ها نتوما كتشوفوا الشكل ديالو، كنستعن بواحد الخلاط يدوي. غادي نجي غادي ناخد كريمه، نص كاس ديال الكريمه السائله، غادي نضيفو كذلك الخليط وغادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا داك الخليط ديال نيسلي مع الكريمه. الكريمه اللي استعملت انا هنا كريمه مسوسه، ردوا البال البنات، حيت ديجا نيسلي حلو ما ديروش كريمه تكون حلوه، سينو راه ما غاديش هذاك الحلاوه غادي تبدا تضركم في الحلق ديالكم. صافي اون فوا كينسجموا العناصر مزيان وكيولي عندي الخليط، هانتوما شفتوا كيفاش كيكون القوام ديالو. صافي كنطفي عليه النار هذيك الساعه، كنزولو وكنزيد ليه واحد الطانيط ديال الشوكولا، كيعطيه واحد شويه ديال لابريونس، وكيعطيه واحد القوام كريمي، وحتى لوغو كيكون زوين. صافي وغادي نخلط عاوتاني حتى كينسجموا العناصر مع بعضياتهم مزيان. هنايا الكيك من بعد ما كيطيب كنخرجو من الفران. السقوه ها هي درتها في الكاس باش كيسهل عليا انني نخدمها. بالنسبه للكيك اللي ما كيبغيش من فوق يقدر يزيد غير خماره واحده، اولا تقطعوا ليه داك الفوق ديالو، انا كنخليه هكا. بالنسبه لهاد السقوه او لهاد الخليط ديال الشوكولا كنحاولوا نخويوه على الكيك من الفوق، كنقسموه بالتساوي على الكيك بجوج. انا هاد الكيكه قبل بعدا حاولوا تقبوها شويه باش ديك لاصوص تدخل لكم للداخل ديال الكيك، ويستحسن انها تكال بارده ضروري فاش غادي تخدموها البنات، غادي تدخلوها للثلاجه تبرد. اكثريه انا صراحه كنفضلها انني نديرها اليوم وما نتناولوها حتى الغد ليه، باش كتشرب هذاك الشكلاط على حقه وطريقه، داكشي باش كتجي شاربه السقوه مزيان. هنايا غادي نجيو للتزيين، ممكن تقدموها هكا، ممكن تزينوها باي حاجه عندكم. انا هنايا كنزينها بهذا الشكلاط هذا، كيكون فيه شوكولا نوار وشوكولا اولي وشوكولا بلون، كيجي غزال معها، انا كنفضلو هو على اي حاجه اخرى. تقدروا تزينوها بالفيرميسيل اولا تقدروا تزينوها بلي بيبيت ديال الشوكولا، المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار تزينوها باش ما بيتو. انا هنايا وحده درت ليها هادوك الشوكولات مخلط، وحده درت ليها لي بيبيت ديال الشوكولا،
دخلتهم للثلاجة خليتها حتى تبرد، عاد ديك الساعة غادي نتناولوها. هو الشكل ديالها شفتوها هنا، حاولت هنايا نصورها لكم عن قرب، تشوفوها كي كتجي. كتجي تبارك الله عامرة شوكولا، كتجي غزالة غزالة ما شاء الله. كنتمنى البنات انكم تجربوها. دابا غادي ندوز نوجد الطبلة ديالي كالعادة، ما عنديش شي حاجه كثيره اليوم، ما زعما اللي صيبت هنايا. غنحط لهم شويه ديال الحليب بالشوكولا، بما انني انا دايره كيك او شوكولا. انا غادي ناخذ حليبه بهذيك نيسكافي لاتي، مع العلم انني ما كنشربش نهائيا القهوه، ولكن هذيك الساشيه البنات من نهار جربتها ادمان. كنشري الباكيه الكبيره في كارفور اتقدوا ب35 درهم، او لكن الصغيره كتكون فيها مكتوبه 12 درهم كتباع في كارفور في اتقدا وغير ب 10 دراهم. ولا الا شريتو الساشي راه دايره درهم ونص في الحانوت. هنايا عندي مليويات في الكونجيلاتور جبتهم، عندي كذلك حريشه، وحطيت شويه العسل وشويه ديال الفقيقصات مالحين. هذا كانت هي الطبيله ديالنا ديال اليوم. وكنتو بزاف البنات دائما كتسولوني على هاد الطويرات هادو، كنت خديتهم في كوان دوشين ما بين 10 ما بين 12 و 20 درهم، ما عقلتش بالضبط على الثمن ديالهم. كانت هادي هي الطبيله ديالنا ديال هاد النهار، وهي هاد الكيكه غزاله 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 ما شاء الله البنات. ها نتوما غادي نحاول هكا نوريكم عن قرب كي كتجي عامره، كتجي تبارك الله عامره شوكولات. الناس عشاق الشوكولا غادي يحماقوا عليها. هنايا البنات غنقول لكم بسلام عليكم، خليت لكم راحة البال، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديوهات جداد ان شاء الله. تحضيرات رمضان باقي ما نتقاسم معكم. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.